إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، عصر كوحو كبلا ميا كتابك العربية بين يديك جزك صدحات حاشدة سغاشنك خمسة مما فهمته من القراءة وحين كترني امتحانك كوبات وهاد كفهمت أخرس يهوريت سو أخر دي نسكي لسو أخر أما هذا الكيد سو أخر ني. فإن القرآن معجزة، هرت القرآن كوا معجزة مركا معجزة داسي ويهي معجزة وحوية وح كبحسن أود بنا آدم كو إن آي الله تماطو ألف لغة وحق اللغة هي عربية وأدبية حق السوغانتا وعلمية حق أقونتا، يعني وحوية هي معجزة حق اللغة حق السوغانتا هي حق علمية با أدبية ولغوية معجزة كتير تقرآن كوحي أهيد حق السوغانتا هي حق اللغة، يعني أريادة جملوينك يتعبير كقرآن كوية سميسية هي السوغانتا، يعني مارت هذا الوناق وقرآن كليها ما وحي أدبية وعلمية وحي معجزة كتير تحقى سوغانهان أما أن الهنا يعني أدبك وإريقا هذا المعانك يوحي لمدك هي حق علمك مرقا وحي نصومر أدبية واللقوية لبداسي أيه كو أهيد قرآنك يعني معجزة كتير يكمد أهيد وواتب بعض ستة أفضل عنواني هل كدق أمهيمسا أقوانا أكسن لهذا النص يعني نسينكر هذا الكي يعني نصومرني هو وحويا هل كدق أقوانا أكسني ألف القرآن والعلم إنه أنه قرآن كي أقونت با تدوين القرآن إنه أنه ديوان قرينتا أما قرآن كي لغو سمي قرآن كان جيم القرآن وحي من الله يعني نعوان كدقنو قرآن كوا وحي إله حقي سكسو دقي مركا كاودا بيه جيم كا أيين وقادر هنا وهبون مركن نسك أي نسوا آخرني كبلا مي يقرأ النص التالي ثم أجب عما يريه من أسئلة يبين أن لنا أن يبين لنا القرآن أن النبي كان أميا لقصوا بلا بهلكا يدمات يسوع كوه بيل هذا القرآن وحي من الله عوان كاسو فعل القرآن هو وحي له حقيس كيمة الله سو قرسي ملك رسول قرسي النبي محمد عليه الصلاة والسلام ضع علامة الصواب علامة الصح كقر أو خطأ مع علامة قلت ككقر وصحح الخطأ ما يشقل دن الصح وحي صحة صح كقر وحي قلت أنا قلت علامة دي سسار طيب أنه وحي قلت أتكو شيكتي سصحة أقر والعلامة هلك علامة دا لققرية هلك أن الصواب وحي صحة قلت كي أتشيكتي وحي صح كقر أتكو صحة يستحق لها تكقرية الجمل ما هو جملوينك سبعة الأمي قفك أمك الله إلى هذا هو قفك الشخص هو قفك الذي لا يقرأ قفك عن وحب آخره كرين وح قرر ما آخره كرو ولا يكتب وح لو يريد ما قرر كرو أمك هو قفك تاسي واسع أمنا معنى ذو حواسيد هو يدو كل شيء مسكي يعي وحمو برن ثمانية كان القرآن للعربي قرآن كو عرب هوها معجزة لغوية وعلمية وها لغة ومعجزة حقا لغة هي علمية تاسنا وقلضو وحن وحي هيد معجزة أدبية ولغوية بهيد وقلت كالو قرية تسعة أشار القرآن قرآن كو حت المامي إلى عملية التطور للجنين شقضاء إسبدلك يكرينك يا حالها أوصوا مرو المها أول ككثرة في بدن أمه مركو عليه شو هي دي كثرة قرآن كوكور رمت المام بكبيعي تاسوا صح
عشر نشأ محمد صلى الله عليه وسلم نبي محمد وحو كوكولي في بيئة ديغان صحراوية لما ديغانا لما ديغانا وحو لوغة جيدا ميل اومانا اوبادا وان بيري وحصو صار يدر ابعان ما يمارة برواقة بادانا لحين ديغانا نبي صحراوية سوها تاسنا والا صحيا عشر بصمات الأصابع على مضاها فرها بنا آدمكو تتشابه ويسو اكتحي بين الأشخاص مركز أشخاص اللي ايغو ويسو اكتحي تاسي قلت بالاقو قرية ونسو مرني كعاننا كعان لتلمان معها هذه سولك اللي صارو سولنا سولنا من منقونا يمرك اللي اخريو حريقية ده ايو قرالة ده ايو حكوية اللي فروا إليهين تاسي الواقو قلت كا هو بصمات الأصابع لا تتشابه ويان أما تختلف ويكال دوانت بين الأشخاص 12 لبيه طبعاً كان يطلق على الذين كان يطلق واحد لقوم قعاب تري أو لقوم شيء تري على الذين يدونون كوي قري تري القرآن قرآنك في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم وقت جير رسولك النورا مرك قرآنك سودجو تذكر ديوان قري تري إيه مرك هذا قري تري واحد لقوم قعاب تري كتاب القرآن هو قرآن كقرآن لورن تري كان قرط برا صاريا سأصحح إلى قرية رام حي كتاب الوحي بالورنتر كل وحي القرآن 13 أسلوب القرآن حبك القرآن كأسم يسني هاي يهنان كالقرآن كأقرية هاي يختلف وكدوية هاي كثيرا انبضا عن أسلوب الحديث حبك حديث كيهنان كحديث هو كالدوين وارن هو كالدوين ولكن القرآن خريسو يمر الحديث خريسو وأذكر أعرف خاطك ولا جرس عليك الدوينين يدقها يا مقل كبا هذا الكلاه يدعي علمي دي مجرد أجب كجواب هذا باختصار السيكوبان عما يلي وحن صوص عوضا 14 من أين نعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم هل كان كبرانينا أما أن كوغانينا النبي كان أميا كانوا هامد أمي وآن وحن قرين وحن أخرين اذكر مسترين لبا مستر أما لبا صلدك شك وعطيني النبي قلنا وحنا أخرجنا وحنا قريشين قرآن هو عطيني أحاديثنا وعطيني سالبضو 15 من نوعان ومحل بضا النوع اللغويان حق اللقضاء اللذان لبضا سيئو كان أيهاين يعرفوا هما أيقانين العرب وعربتوا لبضا لقو لبضا النوع اللقضاء أقيم سنتو لقضاء عربيد يا عربتوا تقاني قبل نزول القرآن intaan quraanku soo degin maxay labada qaybood ahaayeen waxay yaqaaneen an al shi'r wa an nasr tih iyo tiraab wax la ilaabay yaqaaneen oo tixduna waa gabayga tiraabtuna waa hadalka macnaha iyo qiimaha badan xambaarsan ee maartay la qoro ee aan hadana gabay iyo tax ee tix ahayn gabaygu wuxuu leeyahay 16 baharba ay ka gabyaan carabigu oo mid walba qafiyadiisa iyo maalinta wasankiisa iyo wixiisa uu leeyahay oo yaani leh cilmi dhan oo gaara ayuu leeyahay oo darbigii caruudkiisu leeyahay oo qafiyadiisu leeyahay waa cilmi gaara ayuu leeyahay oo lagu sareeyo oo hadii laga baxo qalad iyo ay soo baxayso dhaliilo ayuu leeyahay laakiin nasri markuu yahay waxa weesa khutbadaha iyo baarisaha la jeediyay iyo qisa laga warramo iyo maahmaah iyo wixii caankaas oo haddana xikmad ah isla marka xikmadu waa kamid maamahadu waa kamid way kala duwayn xikmad iyo maamahadu xikmadu waa murti maamahaduna waa lamid iyaduna waxa ku soo kala duwayeen maamahada waxa loo sameeyaa sabab maamahadaas ku baxday ba jirta laakiin xikmadu sabab male dadka aqoonyahanka waa araga ayaa arayda hada kooban macna badan buu xambaarsan yahay xikmad iyo murti balay لكن هذه مثل إلى هذا ما معها وحويان وإن قصة أيكون صوب هذا أي شرطه ساسي وكل دوين وها صار لمي ونثر قيبة بدن بنثر قلي هاي وإن أن كوب كرين لبضة قيبات قبناها ونثر هو قمنه هي هذا الكتحناها وتحية ترابة لبضة سيء قانين أنت عن قرآن كسود دين كم كان اذكر إشارتين وحسيك تلمامود
وعلميتين حاجة علمك الله حريري قوانت عصبي مكة وجاءتا كيبت في القرآن قرآنك قصة أروري وغير نمو للجنين وآنا هين أورتشيفك يوحى علوش كتير كرين كيسة كدوان تاوان صوشيقنية وعاكمدها حركة قمري حركة الشمس والقمر وريق أي سمينيان عدد يومارتي تيحبا ينشأة الكون بلوي يا أبوركي أدونكن يا عالمكن وكمد وعطلو كمدها الأمطار والنباتات روابك وقرآن كهلي إيه نرت يسوع بحتان كده وقرآن كهلي وحيابها سوحة كمدهين وحيابها علمك قرآن كور نمي قرنية هراء هرتود إسلامك علمك إمك أي برتين دلك علم باريس سمي سينس كنا سيدونا يكوار كين وولي بأري وده قارين قنتيس 17 كم كان عدد الكتاب الوحي ام سي اهايل كرانيينتا ام قرياشي قري جري وحي القران وانا كوسو مري 29 سالي لباتن با اهايل رغي قري جري وحي ام قران كمرك سو دغو 18 18 لما كان الرسول صلى الله عليه وسلم هو رسولك او اها يمنع مديده او اديد اصحابه واصحابتيسا من كتابه الحديث إن حديث القرآن محدود دي جري في أول الأمر بلوغي هراء أرنت بلوغي دي بلوغي نبوح ورن جري حديث كيالنا قرن حديث كها قرن محوسا ورن جري لألا يختلط الحديث بالقرآن إن أنا القرآن حديث كهو قلدمين وضدكو آني اسكمد مودين إلا أنت برنا يان أي ورن جري هرت القرآن كهو قرن حديث كنا دوش هلقا حفظيو وحالك يقول يا امتحان بينو كجرنا سيدي دي طبا درجو ayaa su'aalaha aan soo sheegnay waa 18 su'aalood arkaysa laga soo bilaabay imka shan baynu ka bilownay kow oo haashid xaqiiqda laga soo bilaabo ilaa 18 kaasi mid su'aal walba halba lagu helaya waa 18 darajo markaa taaniyan al mufradat imka erayeenu ka hadlayna eray eray kali kaliya haati waxa la keen waxad keentaad adigu soo qaada jam'a al kalimati jam'a kalmadaha allati tahtaha khatun kalmadaha xaruuq la hoos dhigay waa mufrad كم عودي كان وضعه تبعنا واحد اكتا في الفراغ ماشى بنان هكذا واحد قرن واحد يتكون القرآن قرآن كوحو ككو بيهي من عددها وتردو بيهي 30 جزءا سدن جزء ويهي وكان ميالبا بنان ماشى من تكدن بيسا جزءا با حريق الهوس لغي جزءا با لوليه كلمة دا حريق الهوسية لوا مفردي كمع كدك marka jamac ka dhigto halka banaanka ku buuxi macnuhu marka uu isxiraya oo mahadonaysa yatakawun alquran quraanku wuxuu ka kooban yahay min ajza'in juzus buu ka kooban yahay adaduhu juzus ka tiradoodu waxa weeye 30 juz'an wa 30 juz' quraanku saas uu ku noqonayaa marka itniin alhamdulillah allah amma hadle alladhi allahi ahyaana nasoono inasoono li ama nasoono li بعد ما أماتنا أنتم ندلي كذب إن صوته شيء يعني جريدي يلا إذا هردوا هيد نجس أو صار يدي بعنو صوت أصلي وإليه النشور وإليه حقي سأير النشور أي صبحتان كوين قيامه هنا وحقي له إلهي بالله ما نيا هذا تني تعاون والله بري من ال بالقولي من ال ولا بني ماشى المأثورتي النبي قال لك يعني أي كم تهاي هذا دعاؤن حريق بالله هوس لغي حريق دعاء ربا حريق هوس يال وكلمة مفرد دعاء كم عيدا كان ما يشبرنا نكون بوحي معنيه بعد ما يسترمي وما هلونا يا هذا دعاء تنوى دعو من الأدعية وحكمتها كمتها دعوينك المأثورة النبي قال لغي الصور نقلي لغي وري أيها كمتها ثلاثة كل فعل شغك استه آمن كمده الرسول صلى الله عليه وسلم رسولك إلهي وكل قول إيه هذا الكسو من أقواله هذا الذي سكمده دورتها وحقري كتب السنة كتبت أحاديثة أحاديثة قرطة أيها قرطي وفرسو فعل حريق بالخوص لكي من هل كتب بيسنة والبني فعل جمع جمع هذا ما يشاب النانجلي وعت هذا كل فعل من أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم شغاك استوى كمدا
shaqooyinkii nabigu qabtay iyo hadal kasta oo ku hadlay waxa qoray kutubta axaadiisa qorta. Arbaca muxamedun muxamed sallallahu calayhi wasalam, naxariisii nabadgelyay dushiisa ha noqoto. Nebiyun waa nebi minal ulilcazmi, kuwii maaragtay go-aanka adka. Haddaba min cabd waxaa la dhigay xariiqa nebiyin, halkaana waa la baneeyey nebiyin. Kolkaad jamciso jamiceeda meesha banaan geli baa lagu yidhi. Muxamedu sal ala sl nebiyin waa nebi min alambiyaai, ambiyada ka mid a markaa odhanaysa oo ambiyadu ka mid yahay ambiyada ulilcazmi. Weliba shanta ulilcazmiga ah ee ay ka mid yihiin nuux iyo ibraahim iyo muuse iyo ciise iyo nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam, shanta ulilcazmiga ah ee ugu maaragtay dadaalka badnaa xagga dacwada iyo diinta iyo maaragtay sabirka iyo arrimo badan ayuu ka mid ahaa salawaatullahi wasalaamu calayh. Shan buu ku ahaa, isagaana ugu fadli badan baa la yidhaa ama isaga ugu fadli badan ambiyadaasoo dhan. Kaana luqmaanu, luqmaan wuxuu ahaa cabdan addoon buu ahaa min allaahi asaalixin. Haddaba xariiqa waxaa la dhigay cabdan min xagga ka dambaysana waa la baneeyey, dabeedna cabdan jamic, jamac ka dhig halka banaan geli, markaasay jumladu buuxsamaysaa. Cabdan addoon buu ahaa min cibaadillaahi, dhi markaa min cibaadillaahi ka mid a addoommada ilaahay asaalixiin ee wanaagsanaa buu ka mid ah. Kashanaad waxa weeye lilmuslimi cala almuslimi, muslimku wuxuu ku leeyahay qofka kale muslimka ah sitatun lix, awal huwa xaqu salaam, xaqu salaam lix buu ku leeyahay. Waxa u horeeya xaqa salaamta, islaam balkaa qoray inuu xaqu salaam yahayna waa laga yaabo. Marka haddaba meesha halkee la dhigay, waxaa la dhigay xariiqa xaqun baa la hoos dhigay, jamac ka dhig halka banaan geli. Waxaad markaa tidhaahdaa lilmuslimi qofka muslimku wuxuu ku leeyahay, calal muslimi qofka kale muslimka ah xuquuqun buu ku leeyahay, eegad xuquuq sitatun lix ah. Awalha waxa u horeeya xaqu salaam, salaamta u horeysa waa dadkii wada muslimka ahaa, dabeedna xuquuqday isku leeyihiin waxaa ka mid ahaa salaamta ee lixda ahayd. Marka aad saxaysaan sideedaa loo daa lagu aqoraa un, waa laga yaabaa inuu taa u qoreyba ay sax tahay lama masaxa, markaa waa la agdhigaa un. Sita sabca, kaana wuxuu ahaa asaxaabiyu, saxaabigii la odhan jiray abu hurayrata radi allaahu canhu, akhara muraafaqatan lirasuuli sal alla slam, la socodka iyo la jooga isagaa rasuulka ugu badnaa. Halkee la dhigay haddaba xariiqii asaxaabiyu baa la hoos dhigay, jamac haddaba saxaabi ka dhig, dabeedna meesha banaan geli. Oo waxa taha kaana saxaabiyu wuxuu ahaa saxaabigii abu hurayrata la odhan jiray akhara asaxaabati, odhanaysa marka asxaabta ninka ugu badan muraafaqatan la jooga iyo ag jooga lirasuuli, la ag joogo sal alla alayh wasalam, haddii lala socdiyo haddii la ag joogaba isaga had iyo jeer lagama ag waayi jirin rasuulka. Dadka rasuulka uu la jooga cilmiga oon ka barta ee howlaha adduunyada kale aan iskuba mashquulin ee rasuulka un ag taagan buu ahaa inta badan noloshiisa. Ninkii ugu axaadiista badnaana ama ninkii labaad buu noqday haddii laga reebo cabdillaahi bni camr bni caas oo isagu qora ahaa, isna xaafid buu ahaa, wuu xifdihi jiray isaguna inta badan xaafid buu ahaa. Tamaaniya ziyaara wuxuu booqday ibnu baduudata, ninkii la odhan jiray ibnu baduuda ee dalmareenka, dalmareen buu ahaa ibnu baduuda, kula naaxiyatin meel kasta wuu maray, dhinac kasta iyo dacal kasta iyo cirif kasta, min alhindi wasiin, oo ka mid a qaaradda hindiya iyo jaynahaba aad buu u maray, meel walba cagtuu dhigay, yacni inta badan gobollada iyo degmooyinka iyo meelahaasu aad uma dhex maray. Marka halkee la dhigay imika xariiqa naaxiyatin baa la dhigay, jamac ka dhigin naaxiyatin jamiceeda meesha bannaan ku buuxo. Oo waxaa taha ziyaara ibnu baduudata wuxuu booqday dalmareenkii ibnu baduuda la odhan jiray kula naaxiyatin meel kasta, oo min anxaail hindi wa siin, ka mid a dhinacyada hindiya iyo siin oo jayna. Tisca ina allaha yuxyii, ilaahay wuu nooleeyaa, fa huwa isagu alladii, waa allaha yukhriju soo saara, ka soo saara dheh alxaya mid nool, min almayiti mid dhintay, mid nool baa ilahay ka soo dhex saaraa mid dhintay. Yacni taa waxaa la dhahdaa mathalan
قف قاره وميد ابا قف مسلم ودره اما هل اورن كرا بيت كاسو ميده ايا وخ نول كسو دخبخيا ديغاغد وحيابها يعني وخ نول ايا الهي كسو دخساره وخ دنتي ديغاغدو بيت باي دليسا بيت كاسي من نولا سود هلكا او يالو ان با ديغاغ اما ديغاغ كسو دخبوديا نوري اما هل اورن قف قاله وقلبيسو دنتي وان دين لهين aya qof muslim ho nool oo iimaan la qalbigiisa nool ka soo dhaxbaxa marka ma halka ino banaani waa maxay wax banaani yuxii xariiqi halka la dhigay min al mayit mayit baa la hoos dhigay hadoo mayit jamci dabeedna halka gali oo wadaada inna allah yuhyi al mauta egda tata dhinta ilaahay baa soo nooleya fa huwa ilaahay alladhi wa allah yukhriju ka soo saara al hayy mid nool min al mayit mid intay mid dhintay mintu kay ku jirto waa kala soo baxayo mid dhintay baa ilaahay ka soo saara maxay ku nool ka mintu ku jirto waa kala soo baxayo 10 imkan waxa weeyd minaalul qalbi hasiloonida qalbigu yakuun wuxuu ahaada oo ku hasila bidikrillaahi ilaahay xuskiisa iyo hadal haynta ilaahay allahu akbar subhanallah alhamdulillah la ilaha illallah yaani hadaa ilaahay hadal hayso qalbigaagu wuu hasila warwarka ka baxa cabsida aan ilaahayn baa ka baxda yacni baahida xataa ka yaraata qofkaasi qalbigiisu wuu degayaa wixii dhibaato ah ee qalbiga la soo dirso odhan dikrigu wuu daweeyaa halkan maxaa ku qoran alaa bidikrillaahi ilaahay hadal hayntiisa iyo xusuusnaantiisa tadma'innu way ku xasisaa baa leeyahay dabeedna waa la baneeyey meesha maxaa too qaadanaysaa alqalbi baa halkaa kugu qoran jamacu rug halkaa dambageli waa tadma'innu lquluub قلبي هذا بناء آدم كي مخلوقه ويكوح سلام هذا هينت إلهي يحسك إلهي يعباد إلهي هذا أنا إما قاعد أقول ضع خطا تحت الكلمة حريق مري كلمة أما أريقة التي أريقة تناسب الفعل فعلك كوهبون أما شقد لقبتي المذكورة فعلك لو شيقي بين القوسين لبضة يعني بلوط لبضة بلوط سدا أحود يعني فعلك كتيرة إريا دبيال تأوها بوانو قاد الفعل هل كانوا كوكو قرية إريا دنوا كوال كاتحن وأفر إريبا فعلك استبا دبيال إيكتا فعلك استبا أفر إريبا دبيال وألف با جيم دال ويال لكن مدون با كوها بوان مدك كوها بوانو حل ومحيك كوبات فعلك أباحا وبنيي نوحو بنيي ألي خلاصة عدن مدى الزواج قوركا الإشراف كرميركا الاتباع الراعدة حق مثل الراعو هل كيما كان القادنة يا إيك بعض القادنة يسا أباحة الزواج إلهي بابني يقولك تصال أهان اثنين أتقنوا هكاتي البعثة دردي البرة سما فلك العمل الشقضة الحجاب حجاب كل حدا دمرك مثل الحدان هل كيما تصال القادنة يسا فعل كستمع عنه سشيء وكوها بومبا الله قادة يوم فعلوها العمل هو يمكن عمل كي سفي عمو الشقدي وقتبه لأرنية وواكا جيمك أي الله قادي هو العمل الشقدي سوانا لسان أي أوقبتي وهراعة ثلاثة أضاع وبيله أما أقول ميبال لأرنية المال هنتدي الحكمة مرتدي الشك شكي يأصعوبة أريقي هل كي الله قادي يمكن المال هذه يشير بيلها وحا loo isticmaala xoolaha nool ama waxaan jeeyaa maalka ama hantida ee loo isticmaalo uu beeliiba marka la ordnayo marka ficilka waxa lagu xiraya almaala arba akmil da maestir baa lagu yimid akmala de akmala uu dhameystiray al asa ushi al binaa dhismihi al ubrata ee wax ku qaadashada al fitnata iyo masiibada iyo fitnada maxaa dhameystiri kara waxa loo qaadaya baada al binaa اسمه ودمي بالورني مرك خمسة ذبح وحو قورعي أطعام عنتدي بو قورعي السمك كلون كي بو قورعي الوجبات وجبات كو وصدح ذا حليا وحل عمو يا قراعة يا عشاء يا قدد وجبات بالي لهذا وجبات كي بو قورعي وحاصل أني مكلبة قورعي كرا كلون كاو قدو وكلون كنوسك قورعي مركا لكن محاكا سيدا ميسا الأضحية أضحية دي بو قورعي تاسا مركا كوها بونو تدالك أويا يعني مدول بفعلك كلمة كوها بوني مفعولك ونقون كرتا او دون بكلين
بحاي نورها ضع على كلمة المضادة كلمة كسهور تشيدك في المعنى حاجة معناها لما تحته خط كلمة حريقة لمري تمعنها هذا كسهور تشيدك واحد قليسا في الفراغ ماشى بنان هذا المحاكو قرن الله إلهي البيع إيبك وحرم إلهي وديدي الربا ربادنا إلهي باديدي حضب أك حرم وحا يا الله هوست هذا حريق محاك سهور تشيدك إلهي وحرامي أحل باك سهور تشيدك أحل ماشى بنانك ومحاك أحل الله إلهي وحلالي البيع إيبك إيه وحلك الإيب سدو مالك شرودي سلام ويستو وحرم الربا ربا ربادنا إلهي بحران كريكي وجد وحو هلي أفرس اتنين وجد محمد محمد كتبه كتبتي سوه هلي ولكنه يسوه جواز سفره فاصبره وكسفر لها وكسفره هل كان وجد صوم قرين هل كان ما لبني وجد محاك سوه هلي فقد دبالونا هواي قالنا وجد وحو هلي محمد محمد كتبه كتبتي سوه هلي ولكنه فقد وحو هلي جواز سفره فاصبره وكسفره هواي ثلاثة خلق الله إلهي با أموري والجنة جنكا لعبادة تبو إلهي وأموري هل كبنان محل وقرية خلق الله الإنس الإنس جنكا يسكسور تشيدا خلق الله الإنس والجنة لعبادة إنس يجن با إلهي وحو أمورت عبادة ديس أربعة محل كحيقا هو إسو الذي هو الله خلقكم إذن أموري إلهي فمنكم واحد كمدا ومنكم واحد كرو إذن كمدا مؤمن من إلهي الرمي فمنكم أي هل كا لديك ولا بني مؤمن بهذا حريق الهوس دي ما مؤمن كسور جدا كافر كافر كهلك بنانجلي معنه صاحب نقنيا فمنكم كافر يديك واحد من كمدا من الله كجالوبي ومنكم واحد قالوا يدين كمدا مؤمن من الله الرمي أي كشرة خمسة أفرسو أدخل الحمام حمام كواحد جلي سا مركو هري برجلك اللقطة هذا جلي واخرج صوصار باليمنى مدكت marka soo baxayso halka brijilka wala banay bil yumnaana xariiq baa la hoos dabay kelmadda yumna ka soo horjeeda halka banaan gali adkhil gali al hamama marka hamamka galiiso ku horeysi brijilka yusra baa la noo marka lugtaada bidix hor gali lugta midiga hor galin wakhruj soo saar marka soo baxaysana soo horeysi bil yumna midigta oo midigtu marka la galiyo way dambaynaysa marka la soo baxayna way soo horeynaysa dad halkaas imtixaan baa ku jiraa hadaa inta wada saxdo soo mamarayno su'aalaha waa 20 20 su'aalo 20 darajo ay qofku ku qaadanaya 20 darajo taaniyan qawaadu nahwu imi waxaan ka hadlaynaa qaybti xagga qawaadka nahwaha oo imtixaan kale inaga qaadaya taasina markaa waxay sheegaysaa ikhtar dooro oo xulo al jawaab sax jawaabta saxda ah halkan ka xulo su'aal baa lagu weydinaya su'aashu marka lagu weydiyo saddex jawaabood baa daba yaala mid walba xaraf baa ta horeysa alif baa lornaya ba jim su'aal qoray u wada yaalaan saddexda hadaba jawaabood ta saxda ah ee su'aasha ku haboon u door ikhtar door oo xulo jawaab sax ah jawaabta saxda ah maxaad ku xulaysa jawaabta saxda ah bi wadcu daairatin gooba gali hawl al harfi xurufta saddexda ah jawaabta saxda ah xarafkeeda si aanu kaga qaldamin dhaxdii ha dhigin xarafkun gooba gali jawaabtiisana way daba taalaay واحد إن بها الكالو قولي إن تبدأ ألف أحد الله تواب رحيم إلهي توابتنا هو أقبل وأنا حريص ما تاسعها ب الله تواب رحيم إلهي توابتنا هو أقبل وأنا حريص ما تاسعها جيم الله تواب رحيم إلهي توابتنا هو أقبل وأنا حريص صدق هذا مد والب وصدق توابودي بل تصح هذا أضو شك يا لقولي وأنا إسوء أجين من قواعد كجرنا يوم بأمرك كجرنا نعنى كفدو ديهن نعنو كادقين تؤدن بيسالة قادنا يا معايا إن هو ترفع الاسم وتنصب الخبر تنصب الاسم وترفع الخبر تنصب الاسم وترفع الخبر مرقاس تؤدن بيسالة صحة إن الله تواب رحيم جيم كاد مركا قوبة قلسة عارف كاد قوبة قلسة واكي واجيم اثنين ظل وحو أهابا لقريمك ومن أخواتك كان يضم دبنا محوري ألف الجندياري ساهراني labadi askari way soo jeedeen aljundiyani saahireen ma jeeda labadi askari way soo jeedeen ba aljundiyani saahireen labadi askari way soo jeedeen waa isla iyadii uu jim aljundiyani saahireen labadi askari way soo jeedeen saddexda keebad qaadanaysa baa lagu leeyay alif kaad gooba gelinaysa maxaa yeelay waa tarfa ul isma wa tansibu al khabar
الجنديان ساهرين تسد قوبا قلنس ما يستحان الله أسكر دقار بهايين ويسو تشيد ثلاثة هؤلاء الطالبات أرضيضها سوى هبلو ألف ناجحون ويقوليستين با ناجحات ويقوليستين جيم ناجحات ويقوليستين تهبات قادنا سبال قوليهم وانت بعد قلسها قوبضة ناجحات ويقوليستين أربعة عند أخي ورالك وحاك توق ألف ضيفان لبنين لبو قفو مرتيا با ضيفين لبو مرتيا جيم ضيفا قف مرتيا قف قلوها مرتيا كيف أبرك هامك قادر إيسا ألف ولد قوبك إيسا ضيفاني محايا إلي عند أخي وخبر كانوا مبتده ومؤخرة تبنك هاكو دمت قادر إيسا ضيفين ما قادر كرتو كرنا بيها ومثنى ضيفنا ما قادر كرتو كرنا بيها يساقورا كاكو دمت قادر إيسا خمسة من هذا هو في رسالة كنا طبعا ومن تاسوا شرطيه ألف يتقن عمله قفك شقدي سواناتيا ينجحوا قوليستا با يتقن عمله قفك عمل كي سواناتيا ينجح شقدوا قبره ينجحوا قوليستا أسف عانو قصوا بعض شقديس جيم يتقن وحو يتقن قفك واناتيا عمله شقديسا ينجحوا قوليستا أفعربوا وحيابها عرب الآن تيضا آل نقواضي كريم بكمدي هاي انت هسو جملة واسكمت مدينة متكمد دوانا اريض واسكمت محاك لدوانا وقرون حركة وقرها ده بيادنا حركة سنوات عرابة الوقرة صار ايو ايه معناه لقو فهمي امك التقوبات اللي قلنا ايه وحوه ايه بقرة وايو ده من واشريط تجزم فعلين لتاسار ايه بان كوه كلاه وي قديه منه وكرده منه لما قادنا منه مركا حالان ايه من هد يقف شرد باكو جرى من هد يقف يتقن وناتيو او هغا او شقهيو عمله شقد لو دي او قبانايو ينجحو غوليستا تاسا لا قادنايو سته اذا مرضت هدا بكوتو نصيحه الطبيب ترد الاخترك ايا لوغو يدي ماركا الف اتبع راع با لوغو با اتبع راع با لوغو جيم فتبع راع با لوغو انت موافق الامر كيباد قادنايسا امكيا شيغيتا انو قادن ارده قف شيغي ام كجرا سدها مد انو قادنايو تانو قادنا يا دقيا واسكو هذا النوع وهو فعل امر فتعبلو قادنا واصح وحنو قادنا وفعل امر جواب دعي هذو فعل امر جواب دعي عرفها بالغو دره فتبع وحو مركا كل اذا مريت هداد بكوتو فتبع نصيحة الطبيب واحد راه عداد دبس عطا تلادا نخترك سدايل دوضا قادو وحايس كيلالي تلادا نخترك مرو عدو سبعة كتبة وحل قري ألف الدرساني لبدي عشر ولا قري باء الدرسيني لبدي عشر ولا قري جيم الدرس عشر كتبة ولا قري سد حدا صوت طبعا جيسو آشا أما يعني هل كل جوب يحنيه وهاي مخل قادر يا ألف كلا قل يا جاب الدرساني بالرنية صوت وام هاي فعل كوا مجهول ناي فعل بو قادر يا ناي فعل كنو جذي هاي يمكن واحد جذر ميسا واحد كوا قرارون الدرساني ألف كودن تصدق على نفسه ضع أمام كل كلمة أريك صورتي صديق أو عبارة أما هذا الكست عبارة هو هذا إشكول ما يسترن كلمة هو هل أري من المجموعة كوحدة ألف قيبت ألف ك رقم الجملة واحد كوهر قرطا نمبر كالجملة التي جملة تناسبها كوها بون هذا الكاهر من المجموعة باء وكوحدة باء با حروف با سارن با دو فرسو حروف با سارن او رقمو كو هورنا واحا سارن واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة تنوى الف با جيم دال ها واو زاي و حروف يدو مركا وحو كوري اك با مركا تكتشو وابيسو حروف تن كو هرقر سيو كرليهين حروف تن ام واحا لقولي انا واخواتها بالقول محامركا إنا وخواتها كشقيان حقا دنبقوا إيك دالك باد كوريس هالكا إنا وخواتها دال باد كوريسا دالك قادو هالكا كور محاد كوريسا دالك واحد كوران حروف ناسخة إني أولا لهيد وحروف بدشة حكم كمبتده يا خبركا ومحاي مركا سميان تنسب المبتدى المبتده هنا ويكردبان وترفع له خبر خبرك نوي قدان تبنى دالك هالكا كور قر إنا وخواتها كورانتا اثنين كان وخواتها كور كان أولا لهيد هل كاردة بدنا محاضرة قادنا إسا زايدة قدام بيسو كو قر هل كاردة كو هر قر زايدة كو هر قر
ما هاي يلي وعكو قرن أفعال ناسخة وفعل بدل متدية خبرك وما هاي كوسميان ترفع المتدى متدهن ويقدان وتنسب الخبر خبر هنا قربان شبه الجملة تبارك كو قرصة ثلاثة شبه الجملة ما هاد كو قرصة شبه الجملة ألف كات كو قرصة ألف كم ما هاد كو قرصة ويقول هي شبه الجملة الجار والمجرور وشارك هي مجرورك يا والظرف بلا واحد جملة وأك واحد جملة وأك وان جملة أهين واتهاي تبعنا أربعة كيف ما أرجع لي هذا كيف ما واحد مركا قريسا واو واد كوه قريسا ووجا إذا كيف ما كوه قريسا وايو محايا لي وها أو كوه قري وها كمتها من أدوات الشرط أريد الشرط كأ التي إحرارها شرط هو إسكحد إسكحد كأ الله لب جملة إسكحدها التي تجزم فعلين لب فعل بين ريبتها أريد واحد إسكحدها لب جملة إسوهايا لب فعل ريبا إيه كيف ما كمتها لولا بهالك الأوقار خمسة ولولا وحرف امتناع الامتناع تانو كسو مرني لولا ما حد مركا قوليسا ايضانا لولا وحويا بعضات كور قوليسا بعض هالك كتالو من ادوات الشرط غير الجازمة بكون وعاكمت ارايضا وحو اسكحرا اللا بشي اسكحرا ان لكن فعل كريب ايكمت اقنا محو كوري نائب الفاعل بو كوري وستة نائب الفاعل ما حد كوريسا جيم كانت كور قريسا واي واحد كو قرنا فاعل كو سرحيا او قيحيا و خو كليهي اسم مرفوع واسم لغدو او يحل فريستا محل الفاعل ماش فاعل كو غلا بعد حذف مرك فاعلك لغوي كدب مرك هلكني سدا لو ليه سلو دوره وا مخاي هلكا واخا كو قرن اريا كو قرن اريدا واخا قيحيا تنا وا قيحتا ام عدينتيدي ويان رابعا الكتابه واخا 13 درجه ايا سؤالهان لو هليا حق نحوض الحريرة الرابع الكتابة يمكن امتحان كوا قرال أكمل الفراغات بوح ميرها بنان بجمل جملوي كبوح من إنشائك أضغو أضعرسو وأضغو الصميسو معاك لي انت قال إلى وح أوريقي أما أقوري حق عليك أن وحك وحق أديك دوشار إياك أن إسك إلالي طلب من وح قعد صدي ماذا ترى في محاطك أركتا أمر الله عباده بإلهي أرمدويس وح فري بحث عن ديد إلى ديد يا محي ووح وضق أنبا كجوان أحمد يقيم أحمد يحط دقيه فيه أنت واحد كود بحساب جملين أضق الله ذحي سل بين كل كلمة تيني استكحد لبك المدود أو كسته أما الله بقري أو تأتي يعني معا وضع الصعودة أو من ألف وباء كوبا لبضا ليس قرن من ألف باء أخر يكوس قرية قابنا باء يكوس قرن تاي لبك كلمدود او كستابا ومن كوبية طمان اري قارن واحد اثنين باكو قرن قارن الف باكو قرن لبك استاد نبا يسوليهين لبك استاد لان لا يسولد دونو مركز يسولد دونو تو وكتوب ما في جيم هل كجيم كو ضقر اكدا الف يبا انت يسولد دونو كو عدي حق جيم كو ضقر ومحاك لي انت سؤالهان تقوى با هل كاكو قرن واحد با تقوى كو قرن تاك وحال الله دونو نيا يا ذلك قرنت تقوى الله عبس إلهي تبنى يقوى صعود هل كان جيمك كقر بكوري هل كان محاك قرن اتنين يوم باقرن يوم باقرن يوم ذلك نوح قرن القيامة إسلاة نوح تا يوم القيامة ما أنت قيامها يقوى صعود حق جيمك هو ذقر هل كان محاك قرن شبل وشبل وعق برورك اللي بحير يقول هذا شيء هذا بس شبل واحد كقرتا كاف كوفرسو ولا دون شبل الأسد اللي بحيره واللي بحور له يا مركا عن كورين هذا بقى يجوا وصار شبه الأسد حقا هو ذكر أربعة خاتم بقول إذا هو كاتم كله جسده عفوا خاتم وقدم بين مركا هالك واحد ألف ردونا خاتم الرسل كيودم بين رسوله والنبي محمد عليه الصلاة والسلام كاكور يا مركا كله جسده ونقطة خاتم الرسل كيودم بين رسوله هالك كاكور هالك بيع عطوبة كور هجيزك بيع وهجيز طاد وحقر العقبة هل كتشير تأوي وبورد وعقبته ووضبور رحمرته مركا خلصة بيعة العقبة هشيز كي النبي يا صحابته أي قرين يعني من كي أنصارت المدينة كيمد عقبة كدعي تبني يقول صحة هذا بيعة العقبة حقا كو ذكر إفشاء بحال كن قرر إفشاء وافدين يفافين بعض أفرز بعض لدون إفشاء السلام إن سلام تلفافيه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ووحيابها ولا لمضة بيرة أمني قوم ضد كذا حبيرة أعراضنا بابي أجرونه كشروا صدر أجر لجوه ليه هل كاتانا كقر هل كنا غض با كقر غض تدو حلا ضنا تواك اللي حادي جيمك غض البصر عندها أول الله أبو أوها حمانتي حارانتها لقى الله أبو يقو صعبها كقر تغض البصر حاجة جيمك كقر آداب بالكن قرن وكسيدات آداب كووجا وجي الطريق آداب الله مر الطريق هي أنش حيلها ذي آداب الطريق يقو صلاح كن قرن هكذا واحد قرن تسعة الأمر يا قرن وعلى ضوء تزايد الأمر بالمعروف تتكوه حوار قسم الفرو طبط واحد كوبيد يحكمين يقبشوا يالك قرن لا قبطوا هذا واحد قرن النفس طبط نفسنا نفط حكمين صوت قبطهم النهي بالكن قرن وككوبيتهم ناد waxa la doonaysaa xaada aan munkar waxa hun in dadka loo diido dabeedna halka ayaad ku qoraysaa dhinacan majmuucu darajaad marka la isugu geeyo darajooyin ka dhan waxa isku noqonayaan 70 daraja waxa weeye 70 darajo tani marka aynu haynaa maxay ahayd 19 tani tan 19 marka aynu ku hor u geyno waxa noqonayaan 70 waxa noqonayaan 70 darajo oo imtixaanka lagu saxay alwahdatu alkhamisa hadduu waxa qaadanay chapterka sanad أما قيبت سنوات الأطفال إما كوه حنقها لنا عرور تيرير يوال قراءة أخرسك أخرسك عرور تيرير يسأل الله برو يقيمها أولي يهي أين وحكة المامينا ما قبل القراءة أخرسك إنت أنا بلابن محاكوه رأيه إنت أخرس ولا بلابن واحد وحوية ما عدد المراحل وما حي حلية إيا وقتية إيا مرحلتها كالدوان التي يمر بها أمره الطفل المها يري مرحلتها أمرا محيهن لتتكون ساي أغو سميسان تو أي أغو سميسان تل ديه أكتيسة عادة القراءة لقن كأخرس إنو قفو إلمها يروح أخري كرو إنتانو أخرس كبلابين عادة أخرس كأنو يالن محاكوه ريو مرا مركوه ريسا ووحيابا إنا دي إنتبا إنو صوب بلابين بق وإنو المرين ما وإتنين ما أولو هذه المراحل أولى عفوا ما أولى هذه أولى هذه المراحل مرحلتها تؤهر سواتي يحل يدها وما آخرها توضم بيسانا ومحا مرحلتها وإنت هنو أخرس بلابي ما نقام بينا قطاع إنت بضن إنتين بضن بل وحق إنت هنو أخرس بلابي كورية يلي دوني إن قفك للق بلابي المهير ثلاثة الأمر بالقراءة إن وحل آخر أولا فروه أول ما نزل من القرآن وشيء أهري القرآن كأي سود اقرأ باسم ربك الذي خلق وشيء كبادي سود أخرس هل تذكر الآية آية الشيء كما حصلتها طيب. وآية دائم كان شيء أربعة في أي عمر داذيب ينشأ كبلاب ما لدى الطفل إنك غير أكتيس أم المهير اهتمام إنه الضنية أوحيسيه بحب القصص إنه شيء كويك تعلاهذو القصيرة شيء كويك جابا سهلة أفضط قول ما علمه برابا إنه حسي إن شيء كوي يرق جابا الله شكيه خمسة عن أي شيء تحدثنا محي نوقع ورميسا الفقرة تدعى الأخيرة وجودا بيا ومن الناس هذا الخصوص عضا إن تنوردن سؤالها من ويدين يو سجاك جوابيا تبي نروح الأطفال والقراءة وعن قوى الرمينا عرورتا إيه أخرسك القراءة هورتا أخرسك مفتاح وفره من مفاتيح المعرفة أو كمدة فرياشة أقوان تلغو فرطو أخرسك كوب هورتكية وهي هدب إيادو وأخرسك إيه من أهم أسباب تقدم المجتمعات وسببها أمضوه أي كو هورو مران توغم همسن باي كمدة كو أغم همسن أمضين أي هورو مرتو وحيابها كقيب غاتا ee ugu muhiimsan waxa kamida inuu wax akhriyo umadu ya kuwa koobad ka mid ah fa fiha akhriska waxa ku jira akhriska maxaa laga faa'iida fa fiha akhriska waxa ku jira mujalasatun waxa la fariisaneysa lil kutabi rag quraaga ah ya diido wax quraad la fariisaneysa sidoo kale fariisan kartaa lama wada fariisan kartid quraaga caalamka adduunka soo maray laakiin kutubtooda la fariisaneysa oo la akhriisaneysa oo ka faa'iideysa maskaxdiisi iyo oo umiray yaad akhrisanaysa oo dhuuxaysa taasi fiican u akhristo wal culama aqoonyahanka adduunyada ayaa la fariisanaysa kitaabkiisa akhriyaysa
ومعرفة واحد براني سا مركز كتب أخص ليه ده هاي بأخبار السالفين تدكيه الورر كودي ودهليسا تاريخ دي دعضي أقونتو دي علم قودي نلشو دي تلدو دي مب وبدلا هاي والمعاصرية يددك وقتك أدوك النوش هاي النول كوي كاهو الرئي يكوى كل النول با لابد بواد وغاليسا وعلومهم أقونتو دي ودهليسا والأمر بالقراءة فريد إلهي فريق وحل آخريو هو يسوق وحوي أمر كاسي أول ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم ووحي أهر رئيه كسو دقي النبي ومن الوحي وحي قرآن كيسوق أهر رئيه محول هاي اقرأ باسم ربك الذي خلق أقري مقع الله أليه أوري مخلوق ويحرس وحي كد داران هدبا المربون تدك التربية كورية كالين جلية عقلك علمك أخلاقك لصدتك عرورت يريد على تعليم الأطفال تذكر روحي بران القراءة أخرس كي بران في وقت مبكر وقت هوري ومن أعمارهم دأدو ذا كميدا إيغو أو يربي كبلا بان أخرس كينا برتان وادتك أطوى بران سعروت اللو كوريا لو أطوى برو يددو ناكسان لو غنقو أقونتو دا لوريسو عقلقو دا لوريسو ماملكو دا لوريسو أخلاق دو دي أشحو دا لوريسو وعادة القراءة أخرس كا دقن كا أخرس كا آي كتا دقن كا أخرس كا آهي لدى الأطفال عرورت ياري أي أوح أخريان تمر وحي مرتا بمراحل حليو كالدوان هي حليو داس وحوي مرحلة التناول باليد مربو قعانت أمكو قادر يا أخرس كيبكي سبب قعانت أمبو للعيا وتبدأ وحي بلا بانتها تاسي في العام الأول سنة كوبات من حياة الطفل إلمها يرنو لشيسا هورت مركو روو قادنا يا فيظهر وحو موجيا إلمها يري اهتماما ددال عابرا دقدقة او سيدا صنوه مرأة اون فكر بدانا هين بالكتب كتبتو كود دقدقة ايو دانايا سو دانايا فيضعها في فمه انتو كعانتو كقادو ايو افكا قريابا ورقضها يوحان قبقودة با وينتزعو اوحو صوتشيتا الاوراق ورقضها كتاب كوبو صوتشيتا الما يلي ويمزقو هاو قوقو يا قبقودة هدنا oo waxa laga yaabaa kitaab halka hadda dagtay ilmaha inta ku soo gurguurto inuu qafka galiyo oo jarjarana waa daneyn wax galo halka iska yeelay aanu ku bayri ba laga yaabo wali yaktasibad difl si ilmaha yeelay u helo hadii khibra way aragnimadan oo isagu ay way aragnimadu halkaas ay taagantay inuu jarjaro afka galiyo gacanta ku camcamiyo waxaas uu way aragnimaa yumkin waxa suurtagal marka inagu markii doonayno aynu waxan ka qancayno ana baa inaanu dhigno بيني دي هرتيسا أوراقا إنا وراقا هر إقنا مهيمة مركا إيقادا من مجلات قديمة تصالحان ترايدة ده هره إيه مكانا ده حبوغة باهنين إنا ده هر بكتاونا يسمو كل المهير وراقها ترايدة ده آرني مكا أدو أخرين بير هر الصوصاري إنا ده هر بكتو وايهي يحصن وحفي عن أن تكون إنا تهي صورها صورتها كقرن ترايد كاسي ملونة قارمدة بله jiraadku qarnimada mar ahaan sawirada ku qoranay hadii geed ku qoray hadii wax ku qoray qarnimada beelay kuwa midab kale ba wanaagsan maxay yeelay li jadbi intibaahihi tareenkiisa lagu soo jiidaya ilmaha inuu sawir midab la ku arko sawirkaas u xiseeyay marka thumma taati waxa timaada marhalatu ishaara marhalada hore gacanta inuu ku sheegnay mid leela farta inuu ku fidiyo ila sawir sawirada ku qoran kutubta sawiraha ku qoran sawiraas farta ku fidinaya عندما يبلغ الطفل الشهر الخامس عشر من العمر مركو جارو داد الشنيه تمنك شنيه تمن بلاد مركو مريه واسنة ليست تح بلاد مركو مريه فرتو كوف دنيا صورك أو كجرنا يا كتابك أنتي سكر صورك أو قتل ممنانا يا فيشوا حق بلا ما لدى الصغير المها يلك تيسا اهتمام شديد دادار أدو أدق يحيي صبدا بالصور صورها ذو حسيا والكتب كتب تجيب كذا بوح سيا وتقوم الأم مركها هو يدنا وأنا قبضتها وهي قبض كرتها هو يدو بدور رئيس كالين وحقوله كالين وينه في هذه المرحلة مرحلة ده هو يدو هذه أقوينها انتهاي وهي قبض كرتها وحوي علمه وصور كجرنيو وهم هاي مركها سمين إسا وهاي سمين إسا حيث تقوم وهي قبض إسا بتقليب الصفحات الكتاب كتبت كتاب كان وين حاشي سأهركته ويساو غروكتا ويساو غروكتا او اي تستا حاشيها او اشي سب مرسا يدو مركا وضيف لها ينظر المهد ينوانو ايغا اون صور كا
waxa ku qoran saas ma kulba haashiba tusaysa kulba haashiba tusaysa isu la raacaya waana kala shaqeysa marka markii hore ee uu kitaabku u qaadanayna waxa haashin baad u daayisay jaraa'id iyo xalmeed ha jarjaro oo afka ha galiyo oo baa lagu leeyahay haday nadiif yihiin marka kulba ka caawi marxalada uu marayo wallahu a'lam bisawab wa billahi tawfiq